نعود مرة أخرى إلى خان يونس. يوسف، كنا نستمع الآن إلى هذه الضربات التي على ما أعتقد أنه شرق رفح. ما الذي يدور في رفح الآن؟ ما يجري في رفح هو تماما ما تتعرض له أيضا المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس. بعض هذه الانفجارات هي استهدافات ناجمة عن المدفعية الإسرائيلية التي تطال منطقة التحلية في مدينة خان يونس. معظم هذه الانفجارات حتى وإن دوت في المناطق الشرقية من مدينة رفح فهي ناجمة عن قصف إسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس. كما يجري الحال هنا في مدينة خان يونس أحيانا نستمع لدوي الانفجارات التي تكون في المناطق الغربية والمناطق الشمالية من مدينة رفح، كون أننا نتحدث عن محافظتين متلاصقتين لا يفصل بينهما شيء وهما متداخلتان في بعض التفاصيل. يوسف، وأنت تتحدث إلينا انتقلنا بالكاميرا قليلا لنتابع صور هذه الانفجارات التي هي في رفح الفلسطينية والقصف الذي استمعنا إليه منذ ثوان قليلة. تفضل. بالفعل كما أشرنا أن هذا القصف يطال المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس، وبعض الغارات أو القصف المدفعي المتكرر دائما في المنطقة الشرقية من مدينة رفح، وهي مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعملية البرية التي شهدت كثافة نارية. الآن الاحتلال يستهدف من يقول أنهم يحاولون الوصول لتأمين شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، لذلك دائما ما يرتقي عدد منهم شهداء نظرا لهذه الاستهدافات التي تطال المنطقة الشرقية، والتي من المفترض أنها مناطق شبه آمنة يسمح من خلالها بمرور الشاحنات سواء تلك المحملة بالمساعدات أو شاحنات البضائع للقطاع الخاص. لذا هذا القصف هو في المنطقة الشرقية من مدينة رفح عند مفترق المشروع، وفي المنطقة الشرقية تحديدا في منطقة الشوكة التي تتواجد فيها آليات الاحتلال وتسيطر عليها، لكن دائما ما تطلق هذه القذائف، وأحيانا تطلق قذائف صوت لربما خلق حالة من الخوف والهلع لدى الشبان ومنعهم من الوصول لتأمين شاحنات المساعدات وشاحنات البضائع في شرق المدينة.